وايضا امير علاء. مرحبنا يا امير، نورتنا والله. يا بتشرف ان انا موجود مع حضرتك النهارده على قناه الاهلي. نبتدي بقى بالاكبر، محمد رافت. محمد رافت 2005 وامير 2006، صح. ودلوقتي فرقه 2005 و2006 بقت واحد، بقت فرقه واحده. قول لي بقى، ابتديتوا فتره الاعداد دلوقتي صح؟ دلوقتي ابتدينا فتره الاعداد، ابتديناها من بدري شويه. بدري يعني بقى لكم مثلا تقريبا شهر كده. تمام. والمستعدين بقى للموسم الجديد ان شاء الله اللي هينطلق الاسبوع اللي جاي مع بلديه المحله؟ اكيد طبعا، مستعدين وشغالين على اعلى مستوى. الكابتن علاء مش سايبنا يعني، كمان ساعه ما كنا في المعسكر اشتغلنا على اعلى مستوى، عملنا متوشه وديه والحمد لله يعني. معسكر النادي الاهلي كان فين بقى؟ قلت كنا في اسكندريه. اسكندريه في الاكاديميه البحريه. في الاكاديميه البحريه كان معسكر ناجح فيه كل حاجه؟ كان فيه كل حاجه. كان ملاعب كويسه، اكل كان كويس، فندق كان كويس، كان على اعلى مستوى يعني. كويس، عايزين نبتدي من ورا شويه. رافت، بدايتك مع الكوره، ضمت للنادي الاهلي امتى ومين اللي شافك وضمك للنادي الاهلي؟ كنت في نادي انبي، بعد كده رحت النادي الاهلي. كابتن احمد سمير ليه فضل عليا. سمير بيبو. احمد سمير بيبو ليه فضل عليا كبير جدا، قعد معايا 5 سنين وكان بيثق فيا ثقه كبيره. كنت بلعب فيرويد، بعد كده رحت نازل ديفندر، وهو يعني ليه فضل كبير قوي عليا كابتن احمد سمير بيبو. يعني انت بتلعب في كذا مركز؟ كنت بتلعب ديفندر الاول؟ كنت بلعب الاول فيرويد، بعد كده نزلت مهاجم الاول، بعد كده نزلت ديفندر. ديفندر بعد كده ديفندر ده يعني زي اليو ديانج وحمدي فتحي صح كده؟ تمام. مركز 6. بعد كده السنه اللي فاتت لعبت سيرد باك، ولعبت 6، لعبت 8، لعبت 10، ولعبت 7، ولعبت 9. ما شاء الله. يعني لا عشان بس الناس بقى 7 و8 والحاجات الجديده دي، يعني تلعب نص ملعب مدافع، بتلعب زي مكان قفشه، أيوة. تلعب راس حربه، تلعب مساك، ما شاء الله يعني جوكر في الملعب يعني. ناقص جون بس ما كانش. امير قول لي بقى، مركزك يا امير؟ انا بلعب باك ليفت. باك ليفت. انت مواليد 2006. 2006 لما انضموا مع 2005 بقت فرقه اقوى في النادي دلوقتي؟ طبعا دلوقتي احسن فرقه في النادي 2005. ما شاء الله، عشان انضمنا على 2005 فبقى تيم جامد. قول لي انت حضرت فتره الاعداد كانت في الاسكندريه؟ في اسكندريه في المعسكر، قعدنا اسبوع هناك، كنا بنتمرن صبح وصبح والمغرب. كنا بنتمرن فترتين في اليوم بس، كابتن علي عبده كان شغال معانا على اعلى مستوى. وعملتوا فيها مباريات وديه طبعا؟ عملنا فيها ماتشين. طيب كويس. بدايتك مع النادي الاهلي جت ازاي؟ اول حاجه كنت بلعب في اكاديميه برا مبرا عندنا في البلد، وبعد كده رحنا لعبنا الاهلي، كابتن تامر حفني اختارني وانا كنت بتمرن في اكاديميه برا مبرا عند كابتن علي السيدي، كان لي فضل عليا، كان واقف جنبي على طول، وكابتن تامر حفني اختارني ومضيت. يعني تامر حفني هو اللي لقطه. خلي بالك كابتن تامر يعني حلوه. برضه معتز محمد كان معانا الحلقه اللي فاتت وقال لي كنا بنلعب دوره هناك منتخب اسكندريه واحنا صغيرين 10 سنين وكابتن تامر حفني شافني وانا بلعب وهو اللي جابني، وهو اللي جابني النادي الاهلي. ايوه. وكان الكابتن احمد سمير هو برضه هو اللي بدا معايا. قول لي بقى، مرنت في النادي الاهلي بقى كام سنه دلوقتي في النادي؟ بقالي دي الثامنه. مين المدربين اللي تركوا فيك بصمه وتعلمت منهم؟ كتير الصراحه، في الكابتن احمد سمير، بعديه الكابتن شريف. شريف عفضيل. بعديه الكابتن علاء عبده. يعني السنه اللي فاتت دي انا خدت احسن لاعب في السنه. يعني احسن لاعب في الموسم، واتحطيت في التشكيله المثاليه في 2005. كان بفضل الكابتن علاء والكابتن محمد صلاح والدكتور احمد والكابتن، مش عايز انسى حد. وتصعدت مع 2003 الكابتن شرف، ليه طبعا فضل كبير عليا. برضه ما شاء الله السنه اللي فاتت لعبت مع 2003، كنت اساسي وخدت هداف الفريق وقتها. كنت هداف الفريق بتاع 2003 وهداف الفريق بتاع 2005. كابتن شرف ثق فيا ثقه كبيره، وكان بيلعبني كل ماتش اساسيه وما طلعتش ولا دقيقه. والحمد لله يعني عديت بشكل عالي، والحمد لله يعني ربنا كرمني في 2005 2003 وخدت احسن لاعب في الموسم بتاع 2005. كويس. قلت لي انت ما شاء الله مراكز كتير.